واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا علمه شديد القوى ذو مرات فاستوى وبالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى ثم دنا فتدلى
تذر لي من كان قاب قوسين ودني فأوحى إلى عبدي ما أوحى المرتقي عند
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زيغ البصر وما طغي لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى بسم الله الرحمن الرحيم الخلق ما الخلق وما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحيم الخلق ما الخلق بسم الله الرحمن الرحيم الخلق ما الخلق وما أدراك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فأترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه يا رب إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم.